الطرطوشي رحمه الله كما في كتابه الحوادث والبدع قال: إن الحسن البصري لما صلى الجمعة جعل يبكي بكاءً شديدًا، فقالوا له: يا أبا سعيد، ما الذي يبكيك؟ قال: والله لو دخل رجلٌ من المهاجرين من باب هذا المسجد فرأى الناس على ما هم عليه، والله لن يعرف مما عرفه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أنتم تعملونه اليوم، لا يعرف شيئا.